وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وندموتشي توتشي لجوتشي بيالا تشبت هناتشو ين يتفسير بروغرامي متكتاتلو هلو زارم تمرتاتشنن اندقنا انجمرا لن ان شاء الله يتفسير بروغرامو يكتلال اسكاهونم ياو عندان نقزيك عيدو غاربة تيازب زوج سلال متو نبر نادمو ايه مباشرون دايركتوم سلال جمرا سلال كفتا اللي نبر تمرتو لما جمرو يمي عملكتو نقروتشن عندان نقروتشن بلن ميكتلو كانو ان شاء الله بسفيو نال زاري من النساو كسورة المائدة كعصر سبات تنيا وانكس لاي نما ان النسال عصر سبات تنيا وانكس سورة المائدة سفي احكاموتي يالو بيت عنك انت المعرف بمهنو بسفيو للنكتات تلو يقبال تمرتم بسفيو مرداتي اسفل قال مكنياتم هققاتو تشو سفي ناتشو هققاتو تشو قلس ناتشو بتلايو مهبراوهي وتاتشنوست امنتاوي قداوش لاي بسفيو يميتنتنو انقصوا شراتشو يالوت زاري كريستنا امنت غارا بتيازه بسفيو ليتاوق يميجباون غداي نو ميانساو يزاري وانقص 17ኛው يالمائده 17ኛው وانقص بكريستنا امنت وست عيسى راسو الله نو راسو فطاري نو راسو املاك نو بلو يميامن كفلن من مالت اندهونا يهن يالا سو بامنتو من اينت يتساسات اكهد يهد اندهونا بقلت نو ميقل سو من الال الله لقد كفر الذين قالوا ان ياسوج كادو الال مكاد اونتن كادو فطارياتشون كادو انمان ان الله هو المسيح ابن مريم الله مالت يا مريم لج مسيح نو يالو سوج تساستوا على الله الله سبحانه وتعالى مسيح ادله مسيح الله ادله الله خالق نو مسيح مخلوق نو الله قادر نو مسيح ضعيف نو الله غني نو مسيح فقير نو انا خالق انا مخلوق انديت كل يتايال عيسى انستو ود فطاري النت موسد ما غانن هدو هدو اغانو 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 الله نو يالوت سوتشي كفروا الله على الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح يقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد من عباد الله وهو خلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا الله سبحانه وتعالى فتعريه نو تببن يجيتا يا الله سبحانه وتعالى سلطان لعيسى بما اللابس مسيح يا الله كفيا سلطان اللو تقاري نو عند سوستن يانو بلو اللي توسنو ليلوچو دقمو راسو عيسى مالت مسيح مالت الله نو يالو اللو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
الله مالت بحس ان المسيح هو الله مسيح الله راسه نو يالوت تساستوال. ثم قال مخبرا عن قدرته على الاشياء وكونها تحت قهره وسلطانه. انقلي يا عيسى انا يا الله ان ليونت ما وقف لقاتشو ما اننا ما انن كل يا رقاتشو هندهن لما وكسباتشو قول بلاتشو فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. عيسى ابن مريم اننا اناتون اندهم بمدر لاي ያሉትን ኸልቆች በጠቅላላ አጠፋለሁ ቢላላህ ማን ነው የሚያድናቸው? እን ያለው ብሎ ይመጣል? እንኳን ዒሳን አይደለም ራሱን የሚያድናልን? እንግዲህ ዒሳ አምላክ ነው የምትሉት ላጥፋህ ቢለው ለራሱ መከላከል አይችልም መጥቶ የሚያድንሳለ እሱን የሚከላከልለት አለ ወይ ነው የሚለው አላህ. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. لا الله يسمياتنا يمدر نقسنا عندهم بسمائنا بمدر يعلو نقروش نقسنا يا الله ناتشو. إنسان ما تفاتم ليلاون ما تفات يسو سلطانو مخلق من دهو لما لك ميقباو السنوا. والله يخلق ما يشاء. الله يفلقون يفتران يخلق ما يشاء. خلق عيسى وخلق آدم. خلق عيسى من أم من غير أب، وخلق آدم من غير أبوين، وخلق حواء من غير أم، وخلق الناس جميعا من أبوين. والله على كل شيء قدير. الله بقول نجر ما هلو النجر ما درج ميتش الجيتانو عيسى جن هلو النجر ما درج يشيلم سكبوت يا 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 دن يا دن يا الله بلو الله اللي منوار اللي أدانو. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك بلو. عيسى ابن مريم الله اللي أطفاو بفلق مكلاك اليم ما يشلنو. عيسى ابن مريم بس ما إنا بمدر كعلوت عندونو بس ما إنا بمدر كزيا ما هكلم بالوت كعلوت خلقوت عندو نو. سلازي عيسى بن مريم خالق سايهون مخلوق نو أملاك سايهون أملاكي نو. الله قن يفلقون يفترع عيسى يفلقون مفترع يتلم. الله هلو النقر يتلال عيسى هلو النقر مادرق يتلم. يهي عيسى سوج كعيسى قاري اللو سوج ناتو كموسى قاري اللو سوج. وقالت اليهود والنصارى أيهود وتم نصارى وتم دم عند يتجن عن يبت ونجل الله السمن دنو. نحن أبناء الله وأحباؤه. إن يا الله وند لجوج نن يا الله ودا جوج نن عالو ولا من وندالو سيت لا تشوف ما لا تشوف سيت سيت بقى لي برنا ما نو هجوا تاوتش اللي هنو. نحن أبناء الله وأحباؤه. الناس وند سيبالو سلمي ودو اللهم وند سيلو دس ولو تشمي لاتشو مصلاتشي هنا لا لكم. أبناء الله وأحباؤه أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه. أي لم ندنو أبناء الله يالوت يا نبياتوش تكتا وشنن يا نبياتوش زر وشنن أنديت يا الناس وغن وشنن الناس دمو يا الله وند لجو وشنن أتشوالوا أي تساسا تمنت أنديت قد لجو ندمي قبا ان انت يا الله لجوجنا ان وداجوجنا نالاچو او سي وداج كوناچو. قل فليما يعذبكم بذنوبكم تدا بونجل انديت يقطعچو حال بونجلاچو انديت نو لمن قطعچو. بل انتم بشر ممن خلق. ان انت يا الله لجوج الله وداجوج ساتهونو الله كفطراچو فطوروچ مكاكل ناچو. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يفلقون يمروال ان انت موناتشو كليلا ومهكل يفلقوننا بشرك لا يللن يمرال ويعذب من يشاء يفلقون نقمو
يكتع لله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. الله سبحانه وتعالى بسماينا بمدر يالا عندهم بمهكل يالا ولو يسو نو سلذي يسو نانت ليو وداج ليو لجارقو ميزبت من المكنات يلوم. وإليه المصير يقول ما ترشوا من ملشوا ودسوا على الله. نقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل ليعقوب بعد لباري أو ليعقوب الله اندي بلو أل أنت ابني بكري أنت يبهر لجنه بلوة ليعقوب. فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه يهن أبابال قالوا راسو تككلي هنا يهن بأنكم السنم راسو ليلة ترقم ستو دمو تساساتو منالو. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام. يهن اللي ما أكبر بلو الله يا لو انجي لا ولجو الله مالت اندال هنا يا راساتشو تكتاي ينبرو مهوران كسلموا بهالا بقلس نقروا التوال. هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم. إني ود جيته ود أن أنت جيته هجال له لمالت ودني ود أباتنا ود أباتاتو هجال لهم يمت الله تشوها العيسى فارك اللي تلي مت الله تشونه بلو عيسى سنقر إني ود جيته يهير كينو بلوال ود جيته سيل أباتي ملك الله يتنقروا. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام. الناس عيسى يا الله لجنوا اندالوا تلو لراساتشو هنا لم يالوا تنيا الناس تكتوا يسلونا اندوا اند لجوتشك وطرنا لنهم. وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحذوتهم عنده ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم وداجت بثور والله كتاتشو فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم بل أنتم بشر ممن خلق أي لكم أسوة أمثالكم أسوة أمثالكم من بني آدم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يا أهل الكتاب إن أنت مزعف بالبيتو تشال الله قد جاءكم رسولنا ملك تنياتش المطلة تشهال محمد يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم لن أنت لنقراتشوف لأبرار اللاتشوف لأساوقاتشوف على فترة من الرسل نبيات اجتقوا أرطوا بنبروا بتجيزي السمتوا اللاتشوال أن تقولوا إن داتلوا ألا تقولوا إن داتلوا زند لا محذوفنا تجيزي أن تقولوا ألا تقولوا لكي لا تقولوا أي لألا تحتجوا وتقولوا بما لثن دات تكركروا ما جاءنا من بشير ولا نذير ميابسر موانا ميابسر الرا عند ما تولنا يكم من دات تلو فقد جاءكم بشير ونذير لأن أنت ميابسراتو تروك سراتو بجنة ما تفوك سراتو بساتي ميابسر الراتو ما توباتو هل والله على كل شيء قدير. الله بنا بقول له نقر لي شايونا جيتانا ونا إلى على فترة من الرسل أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم بعيسى النابساتشو مكاكل 610 عمت من مسائل لك كان 600 سنة أبو عثمان النهدي 600 عام إلال. ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة 560 سنة 560 إلال قتادة. وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة 540 يا لمال. ومنهم من يقول 620 سنة 620 من ملال ولا منافاة بينهما. يقول تاريخ بزوية ميقاتش عي مسلم فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية 600 عام يسأبس أهيا قطاطر والآخر أراد قمرية وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين. ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
300 ነው በጨረቃው ሲታይ በየመቶ 3 አመት ይጨመርና 109 ይሆናል ማለት ነው التي كانت معلومه في الكتاب وكانت الفتره بين عيسى بن مريم اخر انبياء بني اسرائيل وبين محمد خاتم النبيين بني ادم على الاطلاق كما ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بابن مريم لانا يا مريم اللي جي عيسان بمكتلنا يسون ملكت بما استمر تقبي ونينين لمن ليس بيني وبينه نبي بني النابس مكاكل من معينة نبيكو التلاكم وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال أنه يقال له خالد بن سنان ألا كما حكاه القضاعي وغيره على فترة من الرسل عيط موس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان دينغاي زاف سات مسكل يتملك بنبربت كزينة يمتعلاتشو إلى الله فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليه أمر عمم فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعد أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين إمام أحمد عياد بن حمار مجاشعي يمي بالو صحابي رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم عندك كان خطبة خطبوا لنا خطبة سيخطبوا منالو إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا جيت زاري يا ساوك أنين لأن أنت دا ساوك أتشوه عزنيال كل مال نحلته عبادي حلال لباروتشي ستوها أتشو قنزب هلو حلال نبولو أتشوهال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم باروتشي انتك كلن يتشارك جني فتركوا أتشو وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم سيطعن متوك أمنتاتشو أساساتاتشو نجيب لوال وحرمت عليهم ما أحللت لهم إني حلال يا رب كلاتشو نسو حرام رقباتشو سيطعن وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا إني حرام يا رب كتن بن نسو حلال نسو حلال أدرق بني اندى أقارو يا الكواتشو يا اندى أقارو أدرقاتشو شيطان ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض ودمدر يالو تنسوك مدر لا يالن هزب الله تملكتنا فمكثهم عربهم وعجمهم عربوك نمك عربوك اللو نم هزب تألالو نبي عليه الصلاة والسلام الله إلا بقي من بني إسرائيل كإسرائيل لجوك عندان دوشكرو وقال على الله إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك إني أنتني لكو أنت اللي فتنه بأنتم سوتش اللي فتن واله وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء وها يما يتضو كتابنا ويلاكوه تقرأه نائما ويقضان تنيتهم قمهم يمتانبو ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت قريش وچن انداك أتل تهزز كنينا عال كنينا يا ربي إذن يثلغ رأسي يثلغ رأسي لا نقتل أشواو راسين أولكون ميتولون يالكو أشو راسين يفرسون يالكو تلا الله فيدعوه خبزة دابون ما درقون بسات هكاتلو والكو فقال استخرجهم كما استخرجوك كاقر أببار أشو أنتن دابار روها لين واغزهم نغزك زمت باتشو نازمتها لنا لله وأنفق عليهم فسننفق عليك ستبتشو أن تم سطلها لسطها اللهن وابعث جيشا نبعث 5 أمثال أنت طورا زقا جنا لك باتشو أنت يلاكون طور عمست يميها لني إذا أمر الله اللهن ملايكوش وقاتل بمن أطاعك من من عصاك انبياء لهن يتعززهن سوى الجزة زمت بد وأهل الجنة 3
يجن سوي سوستنا تشوالو على الله ذو سلطان مقسط موفق متصدق سلطان نروت فتهوي هنا بفردو يا الله يوفقه متصدق يميست ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم عنده دقمو عزاني هنا لبو بتعام رقيق هنا لازم دنا بالبيت هنا لما ان مسلم يميزن لبو ورجل عفيف فقير ذو عيال رجل عفيف راس يميت أبك دهاي هنا بزو بيتسبي اللو قل راس عتناكرو من ورمي مكر وأهل النار خمسة يجن سويش انتناتشو سوست يساس سويش دموان مستناتشوالو الضعيف الذي لا زبر له من ما ينتاك أميل اللو دكاما الذين هم فيكم تبع تكتيهنو لا يبتغون أهلا ولا مالا جنزب ما يفلقوا نمرة الميل اللاتشو بيتسب إلى اللاتشو زنبلو إما عايهونو ومتع صغار عبرو يمي نفسه والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة تنش من قربيهن سايملتو ميكدا لا سيكدا سيكما تنش من قربي ما يعملتو ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك طعات ماتا كبيتسبه قارا يكده بيتسبهن لما بالك بيتسبهن لما تال لما تفت طعات ماتا يميد واللتسو وذكر البخلة أو الكذبة والشنذير الفاحش كذي أكتلو دمو نفوقن وشتامن النزين النامسل وچن آنسو نبي صلى الله عليه وسلم إذ ياوست والمقصود من إراد هذا الحديث قوله وإن الله نظر إلى أهل الأرض أعربهم وعجمهم فما قتهم إلا بقايا له أعربون من عجمون ما يتو كل تشون متألنا لك لأبتليك وأبتلي بك أنت اللي فتنه بعن تمسوتش اللي فتن يا أهل الكتاب قد جاءكم بشير ونذير رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير جزاكم الله خيرا بارك الله فيك لما جمّر يا أهلنا زاري من نايو إن شاء الله بمي قطلوا تكناج درسوا يقطلال زاري زي درس كاينة لوندم وچاتشنم اندي الدرس النادر قالن إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا الله يحفظكم ويرعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.